هكذا وكما في كل موسم أعياد تبرز بقوة أزمة الأطعمة المهدورة نتيجة الإفراط في الشراء والاستهلاك أزمة تظهرت في دراسة لمنظمة فاو التي بيّنت وجود زيادة ملحوظة في نسبة الغذاء المهدور إذ يتم التخلص من 60% على الأقل من الأطعمة الصالحة للأكل في الولايات المتحدة مثلا يؤدي الطعام المهدور إلى 10% من انبعاثات الغازات الدفيئة ويزيد هدر الخضار لدى البقالين بمعدل 20% خلال الصيف مقارنة بفصل الشتاء وحال لبنان ليس بأفضل بلبنان هذا هو الوضع وعلى أكثر كمان تعرف نحن عنا عادة أننا منشبع العيون وما منشبع البطون بقى الكرم اللبناني بيتفسر بكميات الاكل اللي بتنحط وبيطعموا فيها حاويات النفايات اكثر ما ما بيطعموا فيها الفقره لبنان يخلف نحو 5000 طن من النفايات يوميا وتشكل النفايات العضويه نحو 55% من الاجمالي العام وهنا تبرز المعضله الاكبر فالفاتوره الى ارتفاع عندك 5000 طن من النفايات بمجمل الاراضي اللبنانيه على 365 يوم عندك انت فاتوره الاغذيه اللي مستورده من برا هي 5 مليار دولار، عندك من أصلها 38% هي معموله من الغذاء يعني 38% من الاغذيه بتروح على النفايات، تكوين النفايات 60% عضوي، يعني فيك توصل لرقم يلي هو 1.9 مليار دولار بالسنه خساره بتروح الاكل المهدور، اذا بتقدر انت تنزل كميه الاكل المهدور بتقدر تنزل 2 مليار دولار بالسنه خساره على البلد. النفايات العضوية تحولت إلى نقمة في بلد توقف فيه 12 معمل فرز من أصل 17 بسبب فقدان التمويل لإدارة وصيانة هذه المرافق لذا يبقى الحل في الحد من شراء بضائع ذات تاريخ صلاحية طويل وتقليص الاستهلاك كما محاولة التنسيق مع جمعيات خيرية بشكل مسبق للتبرع بفائض الطعام خصوصا خلال الأعياد